أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم تعيين المدرب الإسباني خوسيه لانا مديرا فنيا لمنتخب الرجال خلفا للمستقيل الأرجنتيني هيكتور كوبر. طبعا خوسيه مختص بتدريب الفئات العمرية ودرب منتخبي إسبانيا تحت 17 و19 سنة وتوج مؤخرا بكأس أوروبا تحت 19 سنة. لانا سيكون المدرب لمنتخب الرجال ومشرف على المنتخب الأولمبي يرافق كادر إسباني. سنتحدث بشكل أوسع عن المدرب مع صحفي الرياضي موسى الأبراش. اهلا وسهلا فيك معنا اليوم بفار سوري. تحياتي لك استاذ زين لكل متابعي قناه العالم سوريا، تحياتي يا غالي. موسى لنتعرف اكثر عن المدرب خوسيه قبل الحديث عن المرحله المقبله لمنتخبنا، من هو خوسيه لانا؟ خوسيه لانا مدرب اسباني العمر 49 عام، بصراحه السي في رائع وممتاز واضافه اكيد للكره السوريه ما بس للمنتخب، لانه سبق ودرب منتخبات اسبانيا تحت 15 عام 16 عام 17 عام، يعني تدرج بتدريب الفئات العمرية للمنتخبات الإسبانية حتى 19 عام. 2024 كان محقق مع المنتخب الإسباني اليورو 2024 على حساب فرنسا بهدفين مقابل لا شيء، ودرب درب نادي إسبانيا تحت 16 عام. سي في ممتاز للمدرب خوسيه المدرب الإسباني. موسى، هل تعتقد بأن المدرب خوسيه هو الأنسب لتولي مهمة تدريب منتخب الرجال، وهل يمكن أن يغير القاعدة ويكون المنقذ للمنتخب بعكس المدربين السابقين؟ هلا بالنسبة دائما بس نحكي مين هو المدرب الأنسب، خاصة بس تحكي عن مدرب أجنبي أنت بدك تحكي عن السي في المدرب، ومثل ما حكينا السي في المدرب ممتاز، عنده خبرة وعنده سبق ودرب الفئات العمرية، لكن سألتني سؤال حلو، هل سينجح ويحقق الإنجازات لمنتخبنا؟ أو مثل ما عم يتداول بالشارع الرياضي هو مصيره كمصير هيكتور كوبر وتيتا وفوتا وكابتن نزار محروس. مشكلتنا اليوم نحن ما أنا مشكلة مدرب بكل تأكيد، أنت بس تجيب هيك مدرب، أنا وجهة نظري أنه لازم نستفيد منه على الفئات العمرية، يعني استلم منتخب الشباب حتى نعمل منتخب براعم نحن ويكون مشرف على المنتخبات الوطنية. اليوم أنت صعب تجيب مدرب مهما كانت كفاءته، لو أنا بدي أحكي لك مو بس خوسيه لانا، لو انا بجيب جوزيه مورينيو مثل ما بنحكي او انشيلوتي غير عقليه اللاعب السوري بمنتخب الرجال شيء صعب، لان انت عندك اليوم مو المشكله بالمدرب، المشكله بتاسيس اللاعب عندنا، المشكله بالرياضه بحد ذاتها. يعني احنا عندنا وصلنا لمحل اليوم غيرنا 5-6 مدربين، يا هل ترى هل فعلا 5-6 مدربين هن مشكله منهم وعندنا الرياضه سليمه وتاسيس اللاعب سليم منتخبنا بدون اي مشاكل؟ عندنا مشكله دائما اداريه، مشكلة دائما كيف عم تندار الأمور، كيف عم يتم انتقاء اللاعبين، هاي مشكلة رياضتنا ما أنا مشكلة مدرب. شاهدنا المدرب الوطني والعربي والأجنبي، هل خيار الاتحاد السوري صائبا بالتوجه للمدرسة الإسبانية والتي تتميز عن الآخرين في الوقت الحالي؟ هلا بالوقت الحالي إذا بدك تقارن المدربين نحكي خارجيا المدربين الأجانب، من الأفضل حاليا هي المدرسة الإسبانية، شفنا تطور رهيب. نحن عم نحكي عن منتخب عم يحقق بطولة الشباب لليورو 2024، عم يحقق أولمبياد باريس 2024 المنتخب الإسباني، عم يحقق اليورو للرجال، حتى بالسيدات عم يتفوق المنتخب. الكرة الإسبانية تطور، فلذلك الحل الأنسب أنك تتجه للكرة الإسبانية إذا حابب تطور الكرة المحلية أو كرتنا السورية. لكن إذا نحن بدنا نفاضل بين المدرب الأجنبي بشكل عام، بعيدا إسباني أرجنتيني فرنسي، إذا نحن بدنا نفاضل أو نشوف مين الأفضل، المدرب الأجنبي أو المدرب الوطني لمنتخبنا، فأنا بوجهة نظري المدرب الأجنبي. تسألني ليش؟ لأنه الأستاذ صلاح رمضان رئيس اتحاد كرة القدم بنفسه بإحدى المقابلات على السوشيال ميديا أو إحدى القنوات كان عم يقول لك مدرب الأجنبي لا يقبل تدخلات، المدرب الوطني وسبق صارت وبتتصل فيه بتقول له بدنا اللاعب الفلاني مع المنتخب ما بخجلك. فرئيس اتحاد كرة القدم الأستاذ صلاح رمضان حكاها بتمه، يعني المدرب الوطني بيقبل التدخلات، وهذا الشيء ما بناسب عمل أي مدرب. فتشوف إنه المدرب الأجنبي أفضل ويفضل يكون الكرة الإسبانية المتطورة بالسنوات الأخيرة. موسى، مثل ما بتعرف المنتخب خارج التصفيات واللاعبين المغتربين كثر، هل يتعمد اتحاد اللعبة باختيار مباريات مع منتخبات أقل مستوى منها خلال المرحلة المقبلة؟ اتحاد كرة القدم دائما بتعمد انه نواجه منتخبات قادرين نتفوق عليها. ليش؟ لانه اتحاد كرة القدم وصل لمحل ما عاد يتقبل نقد الجماهير او كلام الجماهير الحاد، ممكن يختار اي مباراة تكون سهلة، وخاصة يمكن عندنا بشهر 9
نحن بطوله تايلاند او بطوله الهند مع منتخبات بصراحه سهله كثير، كان ممكن نستبدله مع اي منتخب ممكن نستفيد منه نحن. لكن اتحاد كره القدم وصل لمرحله بعد خيبه نهائيات كاس اسيا والخروج من الدور الاول من تصفيات كاس العالم، فطبيعي انه يتجه للمنتخبات الاسوء او المنتخبات اللي ما قادره ما قويه حتى نقدر نحن نتفوق عليها، ومثل ما بقولوا نحن استعراض للعضلات، لانه اتحاد كره القدم وصل لمحل ما عاد يتقبل اي كلمه ولا يتحمل اي كلمه من السوشيال ميديا والجماهير، بده حي الله فوز او اي فوز لحتى نحن نرقع الشيء اللي عم نشتغل فيه، فطبيعي انه يتجه للمنتخبات الاسوء، مع ان انا بشوف لو واجه منتخب اقوى من منتخبنا، نواجه منتخب اقوى من منتخبنا ونكتشف نحن اخطائنا او وين الثغرات، افضل من انا اتفوق على منتخب سهل واستعرض عضلاته واخر شيء وقت نوصل للامتحان الحقيقي نفشل، نحن ما لعبنا مباريات وما اكتشفنا اخطائنا امام منتخبات اقوى مننا، فطبيعي انا بشوف انه اتحاد كره القدم بده يفوز باي مباراه باي شكل، المهم ننتصر ونهدد جماهير او الشارع الرياضي. موسى ختاما وبكل صراحه، هل انت مع مقوله لا ينهض المنتخب الا بدوري محلي قوي ولا يمكن للمغتربين حمل المنتخب؟ صديقي زين، انا ما بعرف ليش بعض الجماهير دائما بتحب تخلط ما بين المغتربين واللاعبين المحليين، بالنهايه ان كان مغترب وان كان محلي هو لاعب للمنتخب، ما بفرق، ما لازم نفرق بين اللاعبين، لكن انا بشوف المنتخب بينهض بالمغترب، باللاعب المغترب وباللاعب المحلي. اليوم انا اذا ما كان عندي دوري قوي، حكيناها من 3-4 سنين ما راح يكون عندنا منتخب، انا اليوم مستحيل جيب منتخب. المحترفين ضروريين للمنتخب، لكن يا هل ترى انا راح اقدر اجيب 15 لاعب محترف للمنتخب؟ لا، ما راح ينجدوا، ما راح ينجدوا مثل ما بدي. اليوم المحترف او المغترب لازم يكون هو احد اعمده منتخبنا الوطني واللاعب المحلي ايضا، لكن انت كيف بتهيئ لاعب محلي؟ كيف بدوري قوي؟ انت اليوم الى الان طالعت قرار بخمسه لاعبين، ما بدنا نطلع عن موضوع المنتخب، لكن بشكل عام عندنا تخبطات بالدوري وعندنا بالقرارات، يعني احنا اليوم طالعنا قرار بخمسه لاعبين محترفين لكل محلين لمحل لكل نادي، ما عرفنا ننفذ القرار، انا بشوف على اتحاد كره القدم اذا بده دوري قوي يدعم هذا المنتخب، يدعم هذا المنتخب نلغي الاعتراف المحلي والخارجي، الانديه تعتمد على الفئات العمريه بدون اي محترفين، شوف بعد سنتين او ثلاثه كيف بيطلع عندك منتخب محلي ومغترب او مغتربين من الخارج بصيغه قويه وقادر تنافس اي منتخب. الدوري اساس واللاعب الخارجي ايضا اساس، كل دول العالم مو بس عنا. موسى بنعم او لا، هل انت متفائل بالمدرب خوسيه لانا؟ يا إيه لا يا لا صعبه. بالمدرب الاسباني متفائل، لكن بعمل اتحاد كره القدم غير متفائل. اليوم يعني يا إيه يا لا، اليوم مدرب الاسباني او اي مدرب اجنبي بدك تجيبه بدك تدعمه، يكون عنده العوامل، يكون عنده الامكانيات، نحن لا عندنا العوامل ولا عندنا الامكانيات ولا عندنا الدعم، نحن حتى مع هيكتور كوبر شفنا بعض الاشخاص باتحاد كره القدم عم تشتغل لاسمائها لنفسها وليس للمنتخب. انا اليوم عبر قناتك فيني نوجه السؤال للاستاذ صلاح رمضان، شو صار بالشكوى المقدمه من اجل مباراه كوريا الشماليه؟ بتمنى حد يجاوبني، بتمنى اشوف ورقه انا بالشكوى وبالرد، الاوراق لم تستكمل، ليش؟ سؤال عن اتحاد كرة القدم، اليوم بعض الأشخاص في اتحاد كرة القدم تشتغل لإسمه وليس للمنتخب، مع هيك مدرب فيك تتفائل، بس مع غير اتحاد رياضي، مع غير أشخاص مستلمين رياضتنا للأسف يعني. الصحفي الرياضي موسى الأبرش، شكرا لتواجدك معنا اليوم بفار سوري.